لا بالعكس تمام تمام 15 اي الف على 15 صح فما ما صار يطلع بهذا القيمه بس على العموم انت لو مستخدمينها هم يعني مقلوبه هي الاي احنا شرحناها اعتقد يعني واضحه واضحه زين خلي بس انطيكم بعد مثال هذا ما الصور الحق هسه لكن اشرح لكم اياه اشرح لكم اياه احسن لان انا ما اريد اطول عليكم احنا محاضرتنا يعني بس مجرد انه تذكير بعض الامور وقلت اذا عندكم كم سؤال وين اكزامبل كولكتر اكزامبل شوف هذا هنا طلاب it is required to set the operating point the Q point ماكو by biasing collector feedback شنو الكولكتر فيدباك اللي احنا هذا رسمناه نفسيته اللي هو هذا بي من بالدي سي طبعا جاي يحكي عنه يقول هذا ارسم لي اياه صمم لي اياه ديزاين وش يريد يريد انه كولكتر بوينت انه لازم يسوون حياز دي سي الاي سي مالتي هلقد والفي سي اي هلقد والبيتا هلقد والفي سي سي هلقد والفي بي اي هلقد بوينت 3 اكيد هذا جرمانيوم اول شيء قايل لي ديزاين ذا سيركت لازم ارسمها كامل زين رسمتها شلون احسب ال لان ار اف ما عندي وار سي ما عندي او ار بي هم يعني اكو كتب مسمينها ار بي فاول شيء احسب هاي واحسب هاي لان انا تصاميم اذا بالحسابات خلنا نروح المن على الملف مالته بالدي سي روح على الدي سي هذا مال تشابتر 4 مال تشابتر 4 انطيكم اياه انتم حلوا هذا بس شنو يعني كيفكم اذا تحبون هم نسوي مثل الهوم ورك دزوليا هنا كانت بوقتها مجموعه هم كان سمري بيها هم سمري بيها هذا فهذا شلون هسه اوجده ار اف و ار سي باعتبار ار اي صفر هسه هنا مو فد مشكله لانه هو هنا أنا طالبها فيدباك ممكن ار اي هم تدخل اقدر اعتبر ار اي صفر وتطلع لي الار سي والار اف بكل سهوله لان معادلتين اذا معادلتين هذا القانون معادلتين ممكن اعوضها وتطلع مضبوطه ما بها مشكله يعني اعتبر انه هاي متسعه والمتسعه لغت لي الار اي فراح تطلع لي ار اف وار سي بي من معادلتين نحتاج وحده الاي بي اي بيس هاي طلعت لي اي سي كيو احسبه لان انا عندي الاي سي بس الاي سي كيو من يقول هو وعندي قانون مال في سي اي همين موجود فعن طريق هذني هذا ممكن يحسب لي شنو يحسب لي ار سي وار اي ار اي احنا قلنا نلغيها هذا راح يحسب لي بس ار سي راح يحسب لي ار سي اعوض بهذا القانون يحسب لي شنو يعوض لي الار اف الار اف تطلع لي واضح هو هنا ما منطيني اي بيس اي بيس هم سهل عندي الاي سي هنا طلاب عندي اي سي احسب اي بيس وعندي في سي اي تطلع لي ال سي افرض انه باي باس ال اي راحت صفر باي باس متسع مثل ما جبته بالسؤال واضح وياي طلاب مو هذا وياك انا اريد تنوع بالاسئله لهذا انا انطيتكم يعني هوم وركات هوايه فالتنوع هذا يخدمكم اكثر هذا
هنا نحن لغينا المتسعة مثلا المقاومة نسويها متسعة هنا وخلاص بكيفنا احنا. تصميم، صمم لي دارة كولكتر فيدباك، هاي كولكتر فيدباك واضح؟ ايش باقي عندي؟ ار والسي، شلون اطلع الار سي العفو والاف؟ هاي عندي قانون بي ار سي وار اف، عندي الاي سي هو منطيني اياه او الفي سي اي منطيني اياه حسب القانون، ايش تطلع لي؟ وينها؟ هاي هاي العفو، هاي عندي في سي اي، شو تساوي؟ في سي معلومة، في سي سي معلومة، اي سي معلوم، بس ار سي وار اي، ار اي قلنا نلغيها، نسوي لها متسعة ونخلص منها باي باس. واضح؟ طلعت لي القيمة، طلعت لي شنو؟ ار سي، عوضها هنا أنا. لان ار بي هم اقدر اطلعها من خلال الاي سي. اي سي شو يساوي لنا؟ واحد زائد بيتا اي بي، مو؟ فتطلع لي بكل سهوله، طلعت لي شنو؟ بعد الار اف هم طلعت لي. صممت، والله ما صممت وخلصت، شو يقول لي؟ شوفوا هنا شو يقول لي. يقول خلي لي بيتا جديدة، سوي بيتا 50، بعد انت صار عندك مقاومات وعندك في سي سي وعندك في بي اي، غير لي البيت. بس غيرنا البيت تتغير الارقام كلها، احسب لي اي بي بيس من جديد، اي سي من جديد، وش اسمه، وفي سي من جديد، تمام؟ كلش بسيطة، نفس الأمثلة، أكو أمثلة موجودة بالكتاب. فاي بس بدي أعطيكم، لأن نوبات نفس السؤال بس أفرق ونسوي لي ديزاين. هذا ما أحد زائلكم، اللي يحب يسوي لي هوم وورك كمان أنا أكون ممنون من عنده، مو هو ممنون من عندي. بعد أكو سؤال؟ شاد أنا سؤال. تفضل. ليش راحت؟ جبت لنا هاي نو لود بالاي بي والاي اي لود، شنو معناته اذا ذا اكو اون لود ونو لود؟ هسه اكثر من حل. خوش سؤال، انا ما ردت اراجع كامل لانه يعني اكو طلاب الصدق من قد ما ضبطوها ملوا من عندها يعني. فالنو لود انه انا بالبدايه كليتها على مود سهله، قلنا نحلل بس الدار اللي دي سي، شلون الدي سي بيها مقاومات اللي هي فولتج ديفايدر، هذا مثلا بس هذا ترانزستور حللنا، حطينا مقاومات منا خلص، هاي منا مقاومة وترانزستور حولنا. احنا ايش قلنا؟ قلنا هاي القيم مو مضبوطة كلها، شنو؟ ابروكسيميت. اذا اقول لك كومبليت، اذا اقول لك كومبليت او اكزاكت، شو تحط لي؟ تحط لي ار لود وار اس. ليش؟ لان عندي مصدر بمقاومة داخلية وعندي ار لود، اكيد اضيف لك لود. يعني انا ان من مسوي الدار غير اسوي حمل عليها، هاي راح تصير لي مصدر مكبر للفولتيه مثلا، مصدر مكبر للقدره. فايش راح تصير غير اشد عليها في الدائره؟ هاي الدائره التطبيقات مالتها اللي هي شنو؟ وذ لود، حطينا لها لود. شنو اللود؟ ار لود. من اصير ار لود شو يصير عندي؟ كانما زت اوت نفسيتها تصير زت اوت داش، لانه زت اوت على التوازي ويامن ويا الار لود. خلنا نشوفك اياها هنا هسه، شوف افكت اوف ار اس، ار لود وار اس راح تختلف الدائره. فاحنا ايش ضفنا؟ ضفنا مقاومه صارت على التوازي ويا زت اوت، وهاي مصدر فولتيه على التوازي ويامن ويا الدخل، لان انا عندي فولتيه 0.7 هنا أنا، يعني هوسه تصير عندي هاي المقاومه راح تدخل بالموضوع. فصار عندي وذ لود، طبعا هو هذا الحقيقي، هذا الاكزاكت، هذا المضبوط. فاني دائما هسه انا مثلا بالامتحانات لين بسيطه جبت لكم يا شنو؟ نو لود. بس انت من تجي عليه هو هم ما بيه هوايه تغييرات، تغييرات بسيطه بس اكو بيهن بعضهم يعني تغييرات هواي. ايش سوى هو؟ قال يا بنفسيته بس الجيم
في المقاومات اللي صارت، لان عندي مقاومه ار اس وعندي كان فولتج ديفايدر، هاي صارت مقاومه الدخل ويلش اسمه، لانه هاي بيها مصدر. بس بالتيار هم صارت اسهل، لان هنا شوفوا هنا صارت زياده، يعني هذا المقاومه وهاي المقاومه، فصارت هاي. احنا من قاعد نحسب بالهايبرد سهلها في المره، بالهايبرد سهلها، سوى انطاني اربع قوانين قال عامه لكل الدوائر. طبعا انا اتصور نقدر نستخدمها كلها هنا، نفسيتها نقدر نستخدمها، وانت هذه نفسيتك انت سالتني قلت لي راح استخدمها. بس هي هاي شنو في حالة ضفنا مقاومة؟ هسه نرجع للش اسمه، خلنا نروح نشوف. طبعا هاي شوف هنا، أنا هاي قوانين نو لود، ما حاط لود، هنا حطيت لود، شوف هنا حطيت لود ومقاومة، تبدلت القوانين، واضح؟ ويا طلاب؟ واضح زين. إذا تروحون بنهاية الفصل، بنهاية الفصل هنا أنا بالهايبريد كومبليت، هاي الكومبليت سوى طان أربع قوانين، مال التيار هاي وياها أرلود، ومال الفولتية وياها شنو هم أرلود ضاف له، ووزت إن بها أرلود، وزت أوت أيضا بها أر إس لأنه بها تأثير. خلص طلع حذرنا أربع قوانين على كل دوائر لترانزستور، نقدر نستخدمها نفسيتها للآر إي بارامتر. أتصور ممكن، بس نعوض هذني مو مثل ما هسه نستخدمها اتش اف اي نسويها بيتا، اتش ار اي نسويها بيتا ار اي، فإذا نصير بيتا تربيع ار اي، واضح؟ في كذا، واضح؟ طلاب لا تستخدمون نفس القانون مثلا مال ار اي تكتبونه لي وانا قايل لك اتش، لانه تعتبر خطا. طبعا الار اي اسهل، واحنا هسه شفناها ولو هي نفس الشيء، بس احنا حفظناها الار اي صارت سهله علينا، واضح؟ واضح 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 واضح. اتمنى انه ماكو شيء صعب. يوم الاحد اذا انا موجود، انتم هيئوا نفسكم وقروا نفسيتهم، الجماعه اللي مثل ما قدروا يمتحنون بسبب ظرف، بسبب يعني خلي بس اوقف التسجيل.